السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الصباح. احنا دابا في السوق ديال سبت الزينات. صراحة السوق عامر اليوم الاخوان، مقارنة مع اخر مرة جيت كاين الفرق. انا اوريكم المنظر كيفاش كيبان. دابا تقريبا شي 7 الا ربع الخوت، السوق عامر تبارك الله. اليوم اخر مرة ما كانش بحال هكا، السبت اللي فات ما كانش بحال هكا، السبت هذا عامر غير دوز واحد الليله مخيره. انا ينعس مزيان، هو عركت الصراحه في ساك كوشاج، نعس بالحوايج وما نسيت ما نقصش الحوايج، وقت عرقان. المهم هادشي اللي كاين دابا، غنوض نفطر نقاد المسائل ديالي. انا مريح هنايا كنفطر في هاد البلاصه كما كتشوفوا، دونك دابا غنفطر مزيان ونقاد المسائل ديالي وغندخل باش ندير لكم جوله في السوق الاخوان ان شاء الله. ما تدخلوش عندنا اخوات، تمشي لايك اخوات وتمشي ابوني، بغينا نكملوا 8000 ابوني اخوان. شكرا لكم اخوان، قدرنا نكملوا 7000 ابوني. الله يجازيكم بخير صراحه. الله يجازيكم بخير، هادشي اللي نقدر نقول لكم. صباحكم مبروك على بركه الله الصراحه الاخوان. الحول كاين موجود كما كتشوفوا حدايا في هذا الاتجاه، ولكن كاين الثمن الاخوان صراحه. انا وليت كنمرق نمشي عندهم صراحه نسولهم، لان الثمن غالي غالي بزاف. شوفوا معايا الحواله تبارك الله، شو قداش تبارك الله، سلعة زوينة. شحال داير هذا اللي واقف قدامنا هذا؟ 350 340. 350 340. تبارك الله، غندير واحد الجولة. تبارك الله، شوف مين المرقد ديال اخويا؟ مين المرقد؟ هادي اه هادي يا اخو قلعة سراغنا. قلعة سراغنا اه. تبارك الله، شوفوا معايا السلعة الاخوان تبارك الله. سردية ألفين وستمية درهم تبارك الله، 2600 درهم. بنت لي رخيصة بزاف. تبارك الله، شي بحال دابا هاد الحوالي اللي سولنا عليهم دابا، الثمن قال لي 2600، هو غير نقص الثمن صراحة. ومقبيلة كانوا باغيين يشريو عندو الناس جملة وما بغاش، عطاو 250 الف فرنك، 2500 درهم داكشي كامل جمله، وما بغاش، هو باغي 2700 درهم جمله. وعاد الا بغيت تشري الديتاي ماشي غتكون 3000 درهم، 3500 حتى 4000 درهم كاينه تما، غيحسب لك الحاول. عاد السلعة اخوان هنايا ديال الخنية فراس، سلعة زوينة هنايا، سلعة سمينة اللي باعهم تقريبا بجملة، باع شي ستة، باعهم ب 2800 درهم جملة بحال هادو غلاضين سمانين. وقال لي بحال دابا مثلا هذا اللي اونفاس معانا، هذا شوفوا كيفاش داير، هذا داير 3000 درهم، حسبوا 3000 درهم. حواله مدكوكين تبارك الله، 80 سكات. تقلب على السلعة اللي بغيتها، كاين المليح ثمن مناسب. شوفوا معايا تبارك الله السلعة هادي، مولات السلعة سميتو البقالي، كنا صورنا معاه نهار السبت اللي فات. عنده حتى واحد السلعة سردية أخرى، أنا نوريها لكم، راهي مجمعين على الناس، يمشيو الناس وديك الساعة نصور تما. المهم هنايا عندك الثمن ما بين 2800 درهم و 3000 درهم تبارك الله. سلعة زوينة بحال دابا 3000 درهم مزيانة الخوت ولا لا؟ دكوك حولي سمين تبارك الله. هامو ديك حوالي السردين اللي قلت لكم الخوت، شتي كيفاش كيبانو؟ بحال دابا هذا الثمن ديالو تقريبا 3500، كاين اللي 340، كاين اللي 320، كاين 380، 430، على حساب الوجه ديال الحولي. بحال دابا 350 هاد الكحل.
اخوان تقريبا سول شي وحدين كاين هنا في السوق، يعني ما قدرش نسول كل شيء ان صراحه، يعني ماشي كل شيء كيبغي يتصور ليه البهيمه ديالو، بالتالي غنكتفيو بهذا القدر. غنوريكم السوق ديال البقر اللي كاين مورايا في هذا الاتجاه. واحد النصيحه بغيت نقولها، بنادم اللي بغى ياخذ الحاوله الخوت، الانسان ما يزربش، يحاول يقلب الحاوله مزيان، ما ربما تكون فيه شي حبوبه ولا شي ولسيسه ولا شي حاجه ولا عراج ولا شي حاجه. المهم بنادم يرد البال الحاوله مزيان، يقلبه من تحت من رجليه، من تحت من وجهه، العنق ديالو، قلب الحاوله مزيان، ما تلقاش فيه شي حبوبه، ما تلقاش فيه شي حاجه، عاد شري صافي الخوت. المهم نرد البال، هذه القضيه دي قضيه مهمه صراحه. السوق ديال سب الزينات هنايا سوق عامر اليوم، عامر بزاف حيت العيد ما بقى ليه والو، الناس كتقدى الحاولي كتشري. الثمن كاين الاخوان، راكم شفتوا الثمن غالي بزاف. بالنسبه للبقيرات راه كاينين بزاف ديال البقر في هذا السوق هذا، انتم كتشوفوا. غنمشي عند واحد السيد صاحبي عنده البقر هنايا وجدي، كنت مشيت ديجا صورت معاه، نمشيو نشوفوا عاوتاني البقيرات اللي جايب اليوم للسوق. هذا هي الطريق ديال السوق عامر البشار، شي شحال ديال البشار عامر، شوفوا معايا السوق شحال عامر. شو ها واحد البقيره جينا عندها هنايا، تبارك الله خير هذا، تبارك الله. عند الجمله شحال عنده؟ عنده عام ونص. شحال وصل الثمن؟ الثمن 4500 درهم. 4500 درهم. تبارك الله 4500 درهم اخويا، عام ونص مزيح مليح. ها واحد البقيرات اخرين ديال بول وجدي، ها هو بول وجدي فينا هو كاع ما شافني كاع، غنصورو البقيرات بلا ما يشوف فينا. شوفوا معايا عنده هاد البيضة هنايا تبارك الله، شوفوا هادي شاهية. شحال عندك اخويا الثمن هنايا؟ شحال ديال هاد الكحلة؟ هذا كيسوى لي اسيدي 640 ألف. عجل هذا عجل مبدل، عجل اثنين، وهذا حتى هو مبدل كيسوى 6000 درهم. هذاك لا ما مبدلش. كيفاش مبدل؟ ما فهمتش. وسنان الحليب هذا يشن العين، جوج سنان. سمعتوا الثمن؟ 6500. السحاب قلت 6500 6500؟ لا هذا سوى 6400. 6400؟ 6000 درهم. 450. 4500 درهم داك اللي هي 6400، 6000، 4500. الثمن مناسب. تبارك الله. هذا شريك ديالي مربيه انا وياه يوسف الله يحفظه ولاد موسى. شنو نقول لك واحد القضيه؟ إذا تلاقيتي مع هذا قول بسم الله. اي والله. ان شاء الله يا رب. الله يسهل الامور. صافي شريك جرب. واحنا احنا كاع اذا من هنايا غنساليو الجوله ديالنا اخوان، احسن بلاصه نقدروا نساليو فيها الجوله ديالنا هي هنايا. شكرا لكم اخوت على الدعم، نتمنى نكونوا قربنا لكم الصوره ديال السوق. ما تنساوش اخوت شي لايك وشي جيم تكومونتيو اخوت.